ولا أسلم البار. ركبوا البحر بعزوم أقوى من الأمواج، ما هاب غدر يوم انهاج وما هاج، غاصوا وسط هيرات وتحدوا كل غبار، حصدوا لنا دانات تتلى لكنها سراج. وجيتهم في البار، وجيتهم في البار، هم صافة الشجعان، فرسان لعبيا ولطويسة وكحلان، هواهم المقناص ويا الابل والشعر، صانوا لنا تاريخ خذ من فعلهم شان. احنا اهل البحر، فينا الوفا من زاد، انحب ديرتنا ونعز كل الناس. احنا للبحر فينا الوفا من زاد، انحب ديرتنا ونعز كل الناس. من يلتقي فينا يلقى معاني الطيب، طيبتنا يتعطر الاحساس، يلقى ما يطيب من جود طيبتنا يتعطر الاحساس. يا سار يا محلا تزيني في العالي، فرضين وسمها الخير ما غيرها نوالي، بحرين عز وشموخ ومجد، قولي لكل الناس هذا الوطن غالي، هذا الوطن غالي. مساكم الله بالخير مشاهدينا، ومبارك عليكم الشهر، وحياكم الله معنا في أولى حلقات برنامج السارية على شاشة تلفزيون البحرين، وإن شاء الله دوم علمنا خفاق على سارية شامخة مثل ديرتنا بحرين الخير. اسمحوا لي في البداية أني أبارك بالشهر الفضيل لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، وإلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، وإلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، والله يحفظ ديرتنا الغالية البحرين من كل شر. أمين. اللهم أمين يا نيلة. مساء الخير، مبارك عليك الشهر. مساك الله بالنور والسرور، وعلينا وعليك إن شاء الله يا حسن، وعلى المشاهدين جميعا. المشاهدين نقول لكم كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة يا رب، وسعيدة جدا بأن أكون جزء من برنامج السارية اللي يا رب يعجبكم ويحوز على رضاكم، ونكون فعلا قدمنا مضمون ومتعكم طيلة شهر الخير يا رب.
رب يا رب آمين. بس قبل أن نبتدي اسمحوا لي أن أشكر سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الداعم الأول للبرنامج، وأيضا إلى لجنة رياضات الموروث الشعبي، وكذلك إلى شركة باتيلكو على دعمهم للبرنامج. أكيد حسن أنا وأنت راح نطلع على المشاهدين يوميا، لكن ما بنكون بروحنا. أكيد طبعا، أتوقع كل المشاهدين خلال الفترة اللي طافت الإعلانات اللي نزلت على شاشة تلفزيون البحرين شافوا معانا إنسانة جميلة قلبا وقالبا. أكيد. الواحد يتمنى تكون ضيفة عنده في البرنامج، فما بالك إنها بتكون يوميا معانا في البرنامج. فنانة ما شاء الله عليها، قديرة جميلة جدا، عليها مفردات شعبية جدا جميلة ومحببة لكل بحريني، مش بس كل بحريني، صحيح. الخليج كله ما شاء الله يحبها. صح. فنانتنا الجميلة سلوى بخيت اللي نعرفها باسم أم هلال، مساك الله بالخير ومبارك عليك الشهر يا أمه. الله يمسيكم بالخير ويعلى شهر مبارك علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين أمة محمد أجمعين، وعلى بلدنا وحكومتنا الرشيدة، يمر علينا إن شاء الله بأمن وأمان وسلم وسلام. اللهم آمين يا رب. ونيلة يعني إن شاء الله يوميا بنكون مع بعض أنا وأنت وأم هلال، نطلع على مشاهديننا أكيد. أكيد إن شاء الله يستفيدون معنا ويتعلمون الكثير كثير. بس في البداية خلونا نشرح لكم مشاهدينا طريقة المشاركة، شو اللي يتطلب منكم أنكم تشاركون معنا. أكيد تدخلون على الموقع الإلكتروني اللي راح يظهر أسفل الشاشة، تسجلون فيه المعلومات الأساسية واللي هي بياناتكم من الاسم الكامل، رقم الموبايل والرقم الشخصي، وبإذن الله بتكونون مشاركين ويانا وبنتصل فيكم، بنشوف إن شاء الله أن نقدر نفوزكم، وأنا متأكد بتفوزون حتى من غير مساعدة. أكيد يا حسن. وطبعا يعني لازم نقول حق المتسابقين أو نقول حق المشاهدين أن مسابقتنا بتتضمن ثلاثة أسئلة. صحيح. السؤال الأول راح يكون بقيمة، السؤال الأول يا نيلي راح يكون بقيمة 100 دينار بحريني. بننتقل على السؤال الثاني بيكون 300 دينار، والسؤال الخامس الثالث بيكون ب 500 دينار. بس طبعا السؤال الاول عندكم فقط 30 ثانيه انكم تجاوبون عليه، ايضا السؤال الثاني اللي بقيمه 300 دينار 30 ثانيه، والسؤال الثالث بس 20 ثانية من غير وسيله مساعده. طبعا مشاهدينا قبل لا نبتدي معاكم المسابقه، يسعدنا ان يكون معنا على الهواء مباشره الداعم الاول للبرنامج سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، مستشار الأمن الوطني، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة. يا هلا ومرحبا فيك سمو الشيخ ناصر، ومبارك عليك الشهر الفضيل. مرحبا، هلا وسهلا، وينعاد عليكم إن شاء الله بالصحة والعافية، كل عام وانتم بخير. وانت بصحة وسلامة، مساءك خير سمو الشيخ ناصر، مبارك عليك الشهر. مرحبا. وسعيدين ان احنا اليوم صراحة ان تكون الداعم الاول لهذا البرنامج، اللي اكيد بيعطينا دفعة جدا كبيرة ان احنا نستمر في هذا البرنامج ان شاء الله. والله احنا اللي مستعدين ان شاء الله نشوفكم ونتابعكم، انت يا حسن وانت يا نيلة، لهالشهر هذا كله الله يعينكم ان شاء الله ويقدركم، وتوصلون الصورة اللي معروف عنها يعني تاريخنا، ومعروف عنها موروثنا، معروف عنها سمعة مملكة البحرين وهويتنا الوطنية. إن شاء الله أنه عن طريق هذا الشهر الفضيل توصل للجميع بإذن الله. إن شاء الله. طبعا سمو الشيخ يعني أكيد إحنا دائما يقول لنا عيسى المطوع، إحنا اليوم موجودين هنا على شاشة تلفزيون البحرين عشان ننقل رؤية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في الموروث الشعبي. صحيح، ما في شك، احنا لازم نجتهد اجتهاد كلي ان احنا نوصل الصورة الصحيحة، لان ما في شك ان احنا لازم نتطور للامام ونتمسك في نفس الوقت بموروثنا، ونورث هذا الموروث و كل اللي اكتسبناه من اللي قبلنا لعيالنا والأجيال القادمة إن شاء الله. طبعا سمو الشيخ ناصر أيضا يعني الإضافة الجميلة لهذا البرنامج، وتأكيدا على الدعم الكبير اللي تقدمه لنا والاهتمام بالموروث الشعبي، معنا الفنانة القديرة سلوى بخيت المعروفة بأم هلال وبالمفردات البحرينية الشعبية، وأيضا حابة تسلم عليك. الله يمسيك بالخير طال عمرك. مرحبا، هلا هلا وسهلا، عاد أنت يعني يبي لك حلقة كاملة بروحك. الله يسلمك ويطول عمرك، وما قصرت يعني، هذه لفتة جميلة، وبصراحة احنا بنطلع كل اللي عندنا، بنطلع كل ما يوجد عندنا من تراث شعبي ومفردات وامثال، ويعني شو اقول لك، بصراحة احنا استسرينا بهذه الدعوة حق المشاركة في هذا البرنامج. انت ما يحتاج ان شاء الله جهودك، يعني ما يحتاج اقولها ولا لها يعني حلقة واحدة أنها توفي كل الجهود.
ربي يخليك. الله يقدركم ان شاء الله ويقويكم. اللهم امين. طبعا سمو الشيخ ناصر الداعم الاول لهذا البرنامج، شكرا لك اليوم على هذا الاتصال اللي اسعدنا كثير، واكيد بيعطينا دفعه جدا كبيره ان احنا باذن الله نستمر في هذا البرنامج، وباذن الله نرفع الراس ونبيض الوي. شكرا لك. ما في شك ان شاء الله بنتابعكم على طول الشهر، وارفع لكم تقدير وتحيات جلاله الملك تراه يتابع البرنامج هذا. ربي يخليك. الله بالمجهود، الله الله بالمعلومات، ووصلوا كل المعلومات للجميع، ويا الله يا رب ان شاء الله الكل يستفيد من هذا. تامر امر، تامر امر. شكرا لك سمو الشيخ ناصر بن حمد. الله يقويك ان شاء الله. شكرا لك. طبعا نرجع نقول ان مسابقتنا ان شاء الله راح تكون على 3 اسئله. أكيد طبعًا. قلنا السؤال الاول بيكون بقيمه 100 دينار، السؤال الثاني راح يكون بقيمه 300 دينار، السؤال الثالث بيكون 500 دينار. أكيد. بس اللي ما قلناه حق المشاهدين ان راح تكون معانا ديره يوميا تفتر لكم وتقول لكم الاتجاه اللي راح يكون سؤالكم فيه. طبعا الديره راح يكون فيها اتجاهات، لكن هالمره خذنا الاتجاهات من النوخذه اللي كانوا يستدلون فيها قبل في ايام الغوص. صحيح. فالاتجاهات قول لنا شنو الاتجاهات. طبعا هي الاتجاهات عديدة اللي كانوا يستدلون فيها من النجوم، احنا خذنا 4 اتجاهات علشان نسهل لكم طريقة هذه اللعبة. بيكون عندنا الاتجاهين من صوبي انا الياء اللي هي الشمال، والمغيب اللي هي غرب، وعندنا ايضا مطلع اللي هي الشرق، وعندنا قطب اللي هي الجنوب. فدائما بتكون معاكم الديرة، وهي اللي بتحدد لكم وين اتجاه السؤال. عاد الاحلى ان الديرة ما بتكون عندي وعندك يا نيلة، بتكون عند الغالي ام هلال اللي بتفر الديرة بتشوف وين بترسيكم. عموما مشاهدينا خلونا نشوف طريقة المشاركة في الموقع الالكتروني، اكيد بنرجع لكم بعد هذا الفاصل في برنامج سارية. للمشاركة في برنامج المسابقات السارية الرجاء الدخول على موقع المسابقة www.assaria.tv وتسجيل البيانات المطلوبة، الاسم الثلاثي، رقم الهاتف والرقم الشخصي، ثم الضغط على زر المشاركة. مع تمنياتنا لكم بالتوفيق. مشاهدينا طريقة المشاركة في البرنامج جدا سهلة، ونشوف أول متسابق معانا اليوم وسعيد الحظ ونقول ألو. ألو مساء الخير. ألو السلام عليكم. عليكم السلام يا هلا سالم، مبارك عليك الشهر. علينا وعليكم طال عمرك. شلونك مع أول يوم رمضان؟ والله الحمد لله الأمور طيبة، كل شيء بخير الحمد لله بخير. جاهز حق المسابقة؟ أنت أول متصل معانا اليوم في برنامج السارية. ان شاء الله جاهز باذن الله. جاهز جاهز. اقول لك سالم يا ام هلال جاهز. يا سالم ما دام انك جاهز انا حبيت طال عمرك مسامحه، حبيت بس ابارك لك بالشهر طال عمرك انت وعلينا وعلى جميع المسلمين. احسنت. ما دام انت جاهز نشوف الديره وين بترسيك. يا سالم نشوف الديره وين بترسيك وين بتوقف. الياه الياه سالم قلنا شمال. شمال نعم شمال الياه شمال. بنبتدي معاك أول سؤال إن شاء الله. سؤالك سالم راح يكون في الحرف والصناعات. عندك معلومات سالم عن السيف؟ عن السيف؟ عن السيف، عن الحرف، عن الصناعات؟ يعني بسيطة يعني. يلا ما عليش، أنا الحين أعطيك شوي نبذة كذي خفيفة من بعدها نبتدي السؤال. تمام؟ إن شاء الله إن شاء الله. يقول لك السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، بيض الصفائح لا سود الصحائف، في متونهن جلاء الشك والريب. السؤال يقول سالم نعم يتكون السيف من المقبض ومن الجسم الأساسي. معاي؟ معاك نعم معاك. يتكون السيف من المقبض ومن الجسم الأساسي. عندك 3 خيارات، احنا نبي نعرف ما هو الجسم الأساسي. الخيارات نصل، طرف، أم فولاذ. معاك 30 ثانية راح تبتدي. وذكرك السؤال الأول بمية دينار إن شاء الله يا سالم. الوقت ماشي معاك يا سالم. نصل، أم طرف، أم فولاذ. أي أم هلال. أم هلال شو تقولين؟ ساعدينا يا أم هلال. يلا يما إيش بدالك؟ عنده نصل. بدالك ب. عنده نصل. نصل. طرف. أنا أعتقد إنه نصل. خلي نثبت عن نصل. خلنا نثبت. إجابتك صحيحة سالم، وانت سالم من البداية. مبروك عليك 100 دينار. مبروك عليك يا سالم 100 دينار. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك سالم. هذه 100 وضمناها.
نواصل حق 300 طبعا، خلاص مو خسران شيء. اول الله تواصل واصل ان شاء الله. ان شاء الله تقول بسم الله. سؤالك الثاني بقيمة 300 دينار، ما عندك خيارات فركز معاي ان شاء الله. يقول لك عند العرب اسماء كثيرة حق السيف، نبيك تذكر ثلاثة منها فقط. عن ثلاث اشياء، ثلاث اسماء للسيف عند العرب، ان اسماء السيف يعني. إيه؟ يلا عندك 30 ثانية بدت. يلا يا سالم. ثلاث اشياء عن السيف، ثلاث اسماء. اسماء اسماء. اي نعم اسماء. إيه؟ يلا قول قول. تقاطع في البحرين عندنا. تذكر المسلسل التركي. ما بقى شيء. الصمام. واحد من الخلفاء الراشدين. اسم واحد من الخلفاء سالم. الراشدين. سالم انتهى الوقت. طبعا الأسامي في المهند، الصمام، الحسام، بتار، صارم، هندواني، الفيصل، الفاروق، ما شاء الله في أسامي إلى ما لا نهاية. ألف مبروك يا سالم، عليك 100 دينار. سالم يعني بداية كانت حلوة، الحمد لله 100 دينار، وما في أحد خسران معانا في هذا البرنامج. إن شاء الله. نشوف إن شاء الله بإذن الله يعني المتصل الثاني. أتمنى تكون إجاباته كذي بعد أقوى إن شاء الله ويعرف يجاوب على الأسئلة. إن شاء الله. نأخذ مكالمة معانا. نقول ألو مساء الخير نوارة. هلا مساء النور. كيف الحال؟ شلونك؟ الحمد لله بخير. مبارك عليك الشهر. علينا وعليكم ان شاء الله. بداية رمضان نوارة، شلون الأوضاع؟ ان شاء الله يعني سهالات، خلي نقول ان شاء الله. ان شاء الله. جاهزة نوارة؟ ايه بس يعني نبيكم تساعدونا شوي ان شاء الله. بس انتوا بعد لازم تساعدونا، احنا بنساعدكم بس انتوا بعد ساعدونا. تقول لك يا ام هلال نوارة جاهزة. يا نوارة يما، ما دام انك جاهزة نشوف الديرة وين بترسيك. ان شاء الله. ان شاء الله. وهذه الديرة يا نوارة وقفت عند قطب. قطب قلنا يعني جنوب. نوارة هلا اختي. وياي انتي نوارة؟ نبي حماس نوارة. إيه اول يوم انت ثاني متصلة معنا. ثاني متصلة ويانا، نبي نسمع الحماس شوي. ان شاء الله. ان شاء الله. سؤالك الاول ان شاء الله اكيد باذن الله. سؤالك الأول راح يكون في المناطق والأماكن. يقول لك كلمة حالة تعني جزيرة في اللهجة واللغة. حلو؟ إنزين. سؤالك يقول عطينا ثلاث مناطق في البحرين تبدأ بكلمة حالة. تفضلي. ثلاث حالات وايد عندنا ترى. يلا هذه أم هلال وياك. أي وخصوصا من نقصب محرق قريب. ها يلا قولي لنا. حالة بماهر. أيوة. حالة بماهر بعد. يلا الثنتين اللي يم بعض، الثنتين اللي يم بعض متلازقين. حالة ال النعيم. النعيم كنا قلتي. اي قالت نعيم. اي قالت والسلطة كنا قال سمعت. اي نعم سمعت. بقى نوارة. حالة النعيم وحالة السلطنة. حالة بماهر حالة السلطنة. نوارة نوارة قلنا. نوارة ركزي معانا، قالوا لك الأجوبة، فزتي معانا ب 100 دينار. أم هلال ساعدتك، قالت حالة السلطة وحالة النعيم وحالة بماهر. ألف مبروك عليك ل 100 دينار نوارة. نايلة أم هلال ساعدت وأنا بعد حاولت أساعد. ما قصرت ما قصرت يا حسن. نوارة بتواصلين؟ إي إن شاء الله. لأن السؤال الثاني إن شاء الله 300 دينار حلوين ترى بعد. نواصل؟ إن شاء الله. بس أنتم بعد ساعدونا شوي. إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله. نوارة حاولي شوي تكونين أقوى شوي في الإجابات. سؤالك الثاني إن شاء الله بعد بيكون في المناطق والأماكن، خلينا نشوف السؤال. إن شاء الله. نوارة من أسامي القرى في مملكة البحرين قرية اسمها المرخ، سامعة فيها من قبل؟ مو سامعة فيها؟ لا. يا ربي شلون بتحلين السؤال؟ عموما نشوف السؤال مع بعض. ما في حد يمك يساعدك؟ أتمنى. إيه إيه في بس يعني أتمنى تساعدوني. السؤال يقول ماذا تعني كلمة مرخ؟ عندك 30 ثانية والإجابة. عندي زوجي. ما أسمع. يلا نوارة الوقت الوقت بدأ معاك. إيش تعني كلمة مرخ؟ شنهي ترى هو شيء
احنا ما لنا بد منه. نواره يطلع في الارض. جسده يطلع في الارض. شنو زر زر يعني نبات؟ خلي نثبت خلي نثبت نبات خلي نثبت لها. قالت زرع نبات. ايه فعلا نبات بري ترعاه الابل. نواره 300 دينار مبروك. يا سلام يا نواره مبروك عليها 300 وضمنتيها. اضمنت ال 300 انا خايف عليها الصراحه. لا 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 تدش ال 500. اما لا شو تقولين؟ لا تاخذهم وراعي النصيف يا يمه سالم. اخذ ال 300 وتوكلي على الله. انا انصحك نصيحه لوجه الله. نوارة شو تقولين؟ الانسحاب طيب. الانسحاب طيب. الانسحاب طيب. يلا الحمد لله. الحمد لله. قنوعة بال 300. مبروك عليك نوارة 300. مبروك يا نوارة عليك ال 300 دينار وقررت تنسحب لأن إذا راحت لل 500 في احتمال ما تجاوب صح ترجع لل 100. مشاهدين احنا يوميا راح يكون عندنا طباخ خاص هنا في البرنامج في العريش. خلونا نروح نشوف ايش قاعد يطبخون اليوم وراجعين لكم نواصل اتصالات. هذه كانت لقطات من العريش ما شاء الله. وقاعد نشوف نسوان، انا بسمي نسوان الفريج زلين. اكيد نسوان فريجنا موجودين يم هلال وقاعد يسوون هالطباخ الحلو. الجدر بشكله القديم وتحت الحطب. كلمينا شوي عن هالطباخ القديم. يعني الحين على الغاز، الحين تغيرت الاوضاع، بس قبل على حطب شلون طريقه الاكل في ذاك الوطر؟ يا سلام على طريقه، على قولتك يا يم الطباخ الاول على الحطب كان له خنه وبنه. يا سلام يا سلام. خنه وبنه لا يا سلام. لا ريحه غير ريحه طبخ الغاز. يا الله. والطعم والذوق ولين ترسى وخففوا عليه الضوء. ايه؟ يا سلام يا وش ضيوف. يا سلام شل الضيوف الحلوين. يا سلام عليكم نسوان الفريج. مساكم الله بالخير. علينا وعليكم الشهر. علينا وعليكم. حياكم الله. نورتونا ان شاء الله. حي الله من يه. الله يسلمك. ايش هالقعده الحلوه يا ام هلال؟ يا سلام هذه بنيتنا. سولفي لنا عن هالقعدات الحلوه. ربيعي انا والله ابغى اقول حق ام فواز تونا قبل شوي نتكلم مع ام هلال عن طباخ اول طباخ اللي على الحطب. ايه شلون كان؟ يعني انت ما شاء الله عليك من النسوان اللي كنت تطبخين على الحطب. الله يسلمك ويجديك. خليك جديك ابوي شايخ طباخ مال اول. اي نعم. حتى الطائر يعني الحطب. اي يعني تشمها وانت تطعم. اي نعم. إيه؟ ريحه الحطب ما شاء الله عليك. إيه إيه؟ غير طبخة. اي غير طعم غير. طعم غير. اي غير. حتى الشاي اللي سويناها. الشاي اللي سويناها حتى طعم الشاي غير. يا سلام يا سلام. هذه نجربها ام هلال في البر لما يكون في البر. ايه يسوون الشاي على حطب. يا سلام ما فوقه فوق ما شاء الله. الشاي يعني بالذات الشاي. عندنا مكالمه نيله. ايه نشوف المتصل الثاني. الو الو مرحبا. يا مرحبا محمد مبارك عليك الشهر. علينا وعليكم. شو اخبارك؟ وعدكم بخير الله يخليك. شلون اول يوم رمضان وياك؟ الحمد لله. تمام. نحمد الله ونشكر. الحمد, الحمد لله رب العالمين. عسى ما فيها تعب. لا الحمد لله رب الحمد لله. الحمد محمد لله. جاهز حق المسابقة؟ الحمد لله جاهزين. جاهزين ما شاء الله. ما دام انك جاهز يا محمد نشوف يا يم الديرة وين بترسيك. يلا توكلنا على الله. شوف الديرة يا نيلة وين؟ مطلع محمد. نعم تفضل. تعرف وين المطلع يا محمد؟
والله كنا مساعة بعد شكلته ما طلع كنا ينوب شرق شرق المطلع هو الشرق كانوا يستدلون عليه يوم الأول في الغوص يأخذونه على أسامي النجوم طبعاً هاي مو سؤالك إحنا بس نحب نزيد المعلومات عندكم سؤالك راح يكون في الفروسية والخيل شلونك على هالمعلومات والله يعني لاش علينا شوية هالمعلومات لا إن شاء الله إن شاء الله سهل اسمع سؤالك الأول يقول لك ما اسم ولد الفرس أو الحصان الصغير يلا يا محمد ها شنو الخيارات ما في خيارات للأسف ما في خيارات عندكم مهلال اسمه يبتدي بحرف الفاء يلا يا حبيبي اسمه بحرف الفاء يلا يا محمد نعم فلو نثبت ثبت الفلو ألف مبروك يا محمد وهذه 100 دينار عليك بالعافية الله يعافيك بدايتي خير نيلة مع محمد إن شاء الله محمد أنت وجوه الخير تفضل الله يخليك زاد فضلك شوي كذي ثقة حلوة والصراحة يعني أول جواب حلو نروح حق السؤال الثاني جاهز؟ نعم جاهز إن شاء الله سهل بعد وعندك خيارات فيه سؤالك الثاني ما زلنا في الفروسية والخيل يقول من أنواع اللجام نوع يستعمل فقط حق الحصان في المربط عشان تسهل قيادته نعم أوكي شو يسمون هذه اللجام نعطيك الخيارات يلا نشوف الخيارات الرابط الساحب ولا الرشمة وهذه 30 ثانية وتفضل أنواع اللجام الرابط الساحب ولا الرشمة الرشمة نثبت ايش قولك ثبتوا وتقول لكم مهلال نثبت كل ثقة صح ثبت نعم. الرشمة ألف مبروك يا محمد 300 دينار عليك بألف عافية الرشمة هو الجواب الصحيح سلام عليك محمد وصلت 300 بخير بس ما يندرى بترسي على 500 بتواصل ولا لا نكتفي من طمع طبع اي نعم من طمع طبع خلاص شورتك وهداية الله يا محمد نقدر نقول لك على ألف مبروك عليك 300 كنا نطمح انك تواصل 500 بس خلاص دام اكتفيت بال 300 نقول لك مبروك الف مبروك على محمد طبعا لحد الحين ما في حد جازف الحمد لله ما حد جازف وما حد طلع حتى خسران من اول سؤال لا اكيد عجبني محمد ما عندنا حد خسران الحمد لله بس يعني احنا نبي نقوي قلبهم نبيهم يروحون حق سؤال ال 500 لو عندهم قلبهم وما يعرفون يعني لا ما تنصحين تروح عليهم 300 ويقعدون لك على ال 100 بس ام هلال ونيلي بعد حتى اسئلتنا ان شاء الله بتكون في معلومات عديده عن تاريخ البحرين أكيد. عن الازياء القديمه عن اشياء في الموروث الشعبي البحر القنص يعني في للغاز والامثال صوبك ام هلال نعم يعني ان شاء الله هذه اللعبه بتكون لعبتك انك ترسينهم على خير ان شاء الله ان شاء الله مشاهدينا نطلع فاصل قصير وراجعين لكم في مسابقه الساريه للمشاركة في برنامج المسابقات السارية الرجاء الدخول على موقع المسابقة www.assaria.tv وتسجيل البيانات المطلوبة الاسم الثلاثي رقم الهاتف والرقم الشخصي ثم الضغط على زر المشاركة مع تمنياتنا لكم بالتوفيق للمشاركة في برنامج المسابقات السارية الرجاء الدخول على موقع المسابقة www.assaria.tv وتسجيل البيانات المطلوبة الاسم الثلاثي رقم الهاتف والرقم الشخصي ثم الضغط على زر المشاركة مع تمنياتنا لكم بالتوفيق
رجعنا لكم مجددا مشاهدينا من بعد هذا الفاصل. أكيد اسمحوا لي أرجع مجددا أشكر سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد الداعم الأول لهذا البرنامج، وأكيد إلى لجنة رياضات الموروث الشعبي وكذلك شركة بتلكو على دعمهم الكبير لنا. أكيد نرجع نذكركم مشاهدينا بطريقة المشاركة لهذا البرنامج. كل اللي عليكم أن تدخلون على الموقع الإلكتروني اللي موجود في أسفل الشاشة وتسجلون بياناتكم المطلوبة، الاسم الكامل ورقم الموبايل والرقم الشخصي، وبإذن الله بتكونون من المشاركين معنا وبنتصل فيكم. بس نيلة قبل لناخذ أي مكالمة اسمحي لي، قاعدة أشم روايح طيبة إيه؟ من صوب أم هلال، ريحة بخور وريحة عود، يا سلام. طيب شلون أم هلال شروايح الطيبة اللي عندك؟ أطيب أربيعي يا سلام وناسي شنو عادي عود أم هلال؟ طيب الله فولك يا سلام. هذه بخور بحريني. بخور بحريني عليكم بالعافية. بخور بحريني يا حبايبي عليكم ما شاء الله. طبعا نرجع حق اتصالاتكم مشاهدينا من معانا على الخط. قول ألو. الو الو يا هلا ومرحبا عبد الرحمن، مبارك عليك الشهر. علينا وعليكم. شو اخبارك؟ خير الحمد لله. عبد الرحمن ارفع صوتك شوي. اي نعم ان شاء الله كذي تمام. إيه. عبد الرحمن جاهز حق المسابقه ان شاء الله؟ اي ان شاء الله ان شاء الله. ها ملال. ما دام يا عبد الرحمن انت جاهز عيل احنا نشوف الديره وين بترسيك. نشوف الديره ان شاء الله. الديره وين بترسيك في الياه يا عبد الرحمن؟ تعرف شنو الياه؟ آه، الياه اللي هو الشمال. اي الشمال. وانت صح يا عبد الرحمن مركز ويانا حلو دامك. مركز انا بسولف لك كذي بقول لك شيء بسيط ابيك تركز معي فيه قبل لا نسألك سؤالك الاول. اوكي تمام تمام. يقول لك في بعض الطيور الصغيره المهاجره تجي البحرين في مواسم معينه خاصه في الربيع، تيي وتقعد في ضيافتنا كم من يوم وتطير على حسب البصالة الإلهية. طبعا هالطيور نسميهم احنا في البحرين طيور فلة تميزا لها عن طيور البحر. تعرف بعض من هالطيور؟ لا والله. زين انا بعطيك كم من واحد خلهم في بالك. عندنا الفقاقة، المدقي، الصعوة، القحافي، والرماني. حلو؟ خمسين. أم هلال شو رايك تسألين أنت السؤال؟ اسمع يا حبيبي. نعم. الحين شوف الصورة اللي بتطلع على التلفزيون. إيه. شوفها عبد الرحمن. وهذه الخيارات تقول لي أي واحد فيهم الاسم الصحيح، هل هو الصعوة ولا الفقاقة ولا المدقي؟ عبد الرحمن تشوف الصورة؟ شفت الصورة؟ لا والله مو طالع عندي التلفزيون. امبلا حطيناها؟ هي الحين. ايه شفت الصورة يمه؟ اي نعم. ايه هل هذه الطير صعوة ولا فقاقة ولا مدقي؟ مدقي. مدقي وانت صح. ما شاء الله جاوب. يا سلام عليك. جاوب اول مره. ايه جاوبت معانا يعني عباره فاز بال 100 دينار. بال 100 دينار بتواصل معانا الغالي. ايه ان شاء الله. ندش على السؤال الثاني انت ال 100 ضامنها. ان شاء الله نرتفع لل 300 ان شاء الله. باذن الله. يلا يلا السؤال يقول لك في طيور موجوده في دوحه الفناتير بكثره يسمونها فنتير، شنو تمتاز؟ برقبه طويله وايضا ارجل اطول من ارجل الطيور البحريه الاخرى. تمام تمام. سؤال يقول لك ما هو الاسم العربي لهذا الطائر؟ الاسم العربي هل هو فلامينغو، طويل الساق، ام النحام؟ عندك 30 ثانيه. شو تقول؟ فلامينغو طويل الساق نحام. خلونا نثبت على النحام. اثبت لك. ثبت ثبت على النحام. فس معانا بال 300 اجابه صحيحه ما شاء الله. مبروك عليك ال 300. الله يبارك فيك عبد الرحمن. نعم
نعم الله عليك، ألف مبروك عليك 300 دينار. حاب توصل لل 500 ولا بتكتفي بال 300؟ بكتفي بال 300. بتكتفي؟ ما تبي توصل؟ كنا معلوماتك زينة عن الطير. ها؟ لا هو خايف على 300 الضار محمد، خايف تخسرها. لا يعني بس انا بس بعض المجازفات حلوة ام هلال. لا انا احب الاوادم اللي كذي. خلاص بس. ايه. ما بتواصل عبد الرحمن؟ لا والله. خلاص؟ ايه. خلاص. عليك بالعافية 300 دينار يا عبد الرحمن. مبروك مبروك عليك. يعني نفس ما قلت ام هلال ساعات الواحد يتردد يخاف انه يواصل. انه يخسر ال 300 بس ممكن انه يجيك السؤال اللي عقبه يجيك وايد سهل او يجيك انه انت فاهمه وتروح عليك ال 500 نيله. بس يقول لك من خاف سلم ولا شلونك يا ام هلال؟ اي نعم يا سلام اكل بخور وصلنا لما ناخذ المكالمه. انا مساعة عيني عليه. عندنا مكالمه؟ عندنا مكالمه؟ نقول الو مساء الخير. يا سلام عليك مشكوره. تسلمين الله انت. الو مرحبا نجمه. يا هلا. مساك الله بالخير مبارك عليك الشهر. مساك الله بالنور علينا وعليك. شلون رمضان معاك؟ الحمد لله تمام. وضع المتسابقين اللي كانوا قبلك شوي خوفك ولا شوي عطاش امل؟ امبلا عطاني امل. عطاك امل يعني شكلنا بنقول باذن الله من الفايزين معانا ان شاء الله. يلا اذا انت جاهزه نروح حق ام هلال ونشوف الديره وين بتوديها. اي نعم ما دام انت جاهزه يا نجمه نشوف الديره وين بترسيك. والديره معاك يا نايلة تتوقعين وين بترسيها؟ ما شاء الله عليك مفاجأة البرنامج اليوم من غير أسئلة. مبروك عليك الخمسمية. ألف مبروك يا نجمة. أنا وايه خير عليك اليوم. لا أنا أقصد استقبلت المكالمة. مبروك عليك الخمسمية. نجمة اختفيتي؟ لا نجمة اختفت من الوناسة. تستاهلين تستاهلين نجمة. هذه من مفاجآت البرنامج اللي الواحد ما يدري عنها متى تطلع ومتى تصير. فنقول حق المتصلين الباقين ان في بعض الاحيان ان شاء الله باذن الله يمكن ولا سؤال يمر عليكم تطلع لكم من الديرة الخمسمية. من عقبها على طول نقول لكم مبروك. فمبروك عليك نجمة الخمسمية تستاهلينها. ما شاء الله انا عبالي 100. لا 500. كنت مستانسة اكثر من نجمة. 500 ما شاء الله تستاهل. عليها بالعافيه نجمه. مشاهدينا خلينا نروح العريش نشوف الطباخ وين وصلنا ونرجع. بس احنا ريحه الطبخ واصله لي عندنا اذا ريحه البخور وصلت هم ريحه الطبخ وصلت لي عندنا. ما شاء الله ما في شيء يفوتنا اليوم. شكله متسحر خوش طبخ. اتوقع ان الطبخ اليوم بيكون شيء بس انا متحمس. قالوا لنا خاشين علينا الموضوع بيفاجئونا بالسحور. ما اعرف ايش قاعد يطبخون. مغرضين يقول لنا ايش قاعد يطبخون. المهم مشاهدينا مستمرين مع اتصالاتكم. نشوف الاتصال الجاي معانا نقول الو الو. مساء الخير. شكله ما يبي يردون علي عقب ما انت عطيت ال 500 حق نجمة. انا ادري شفتوا نجمة 500 بس الجماعة كلهم فيهم خير والبركة. الو عثمان. عثمان مساء الخير معانا انت على الهواء. او ام عثمان معانا. الو مساء الخير معانا. ممكن ترفعين صوتك الغالي وتقصرين على صوت التلفزيون؟ صوتك وايد بعيد. أم عثمان يا الغالية قصري لنا على صوت التلفزيون ولا عليك أمر. ألو ألو يا هلا مرحبا. مرحبا أم عثمان. هلا والله عليك الشهر. علينا وعليكم. شلونك؟ ما بغينا نسمع صوتك. نسمع الصدى يا أم عثمان. المفروض من البداية التلفزيون مسكوك. لا مسكوك التلفزيون ما في صوت. عساك على القوة يا أم عثمان.
وياكم ان شاء الله. ام عثمان انت مشاركه باسم ولدك صح؟ اي نعم. والنعم فيك وفي ولدك ان شاء الله. نعم طبعا ام عثمان جاهزه حق المسابقه؟ اي ان شاء الله. جاهزه يا ام هلال، تفضلي يا ام هلال. دام انك جاهزه يا ام عثمان نشوف الديره وين بتوديك. يلا. وين رست الديره؟ قطب. وين القطب نيله؟ لازم نقول لها. تعرفين يا ام عثمان؟ القطب يمكن الجنوب. الجنوب وانتي الصح. بنكون في تاريخ البحرين يا ام عثمان، ان شاء الله عندك معلومات قويه في تاريخ البحرين. ان شاء الله. ان شاء الله. خلينا نروح حق السؤال. السؤال يقول اين ولد المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه؟ هل في قصر الرفاع أم في قصر الصخير أم في قرية الجسرة؟ وثلاثين ثانية راح تبتدي معاك يا ام عثمان. الجسرة يمكن. ثبت ام هلال. تقول ثبت. ام هلال تقول ثبت. اي اي قرية. شلون ام هلال؟ نعم ثبت. ثبت مثبت. مبروك عليك، ألف مبروك. فعلا الإجابة الصحيحة في قرية الجسرة في تاريخ 3 يونيو سنة 1933. أم عثمان لمية ضمنتيها الحمد لله. الحمد لله. نروح على السؤال الثاني ولا شلون؟ اي اي اكيد. أم هلال يا مو خسرانة. لا ان شاء الله ان شاء الله. صلاة على النبي محمد. قالت اليسرة قبل بعد حتى لا تأكد السؤال انت عليه. تمام. سؤال بيكون عندي ولا عند أم هلال؟ ايش تبين؟ الهواء كرم. الله يبارككم الخير والبركة. الله يبارك فيك. ما لنا غنى عنها. معناته على إجابتك ذينا احنا بنواصل. إن شاء الله. إيه إن شاء الله. يا سلام عليك. السؤال الثاني في تاريخ البحرين. السؤال يقول متى بني بيت الجسرة؟ هل في سنة 1907، 1908 أم 1910؟ 30 ثانية راح تبتدي معاك. وقيمة هذا السؤال جائزته 300 دينار. يا سلام. في 1907. أحسنتي. مثبت الإجابة. حتى أم عثمان ما شاء الله عليك. إجابتي الصحيحة أم عثمان، فزتي معنا ب 300 دينار. مبروك. ألف مبروك يا أم عثمان. لا معلومات حلوة نيلة. إن شاء الله. الفال إن شاء الله حق 500. كنت ناوية على 500 يا أم عثمان. الله يرضى. الله. إن شاء الله. إن شاء الله. لا شكلك شكلك إن شاء الله بتعرفين تجاوبين على هالسؤال. نيلة إن شاء الله تأخذ من فايل نجمة. إن شاء الله. إن شاء الله. يا رب قولي يا رب. يا رب. سؤالك الثالث يقول كم عدد الغرف في قلعة الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح في الرفاع؟ 20 ثانية. قولي أي شيء، قولي أي رقم يجي في بالك. وايد. خمس. لا وايد 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 يما. وايد. زيدي زيدي. وايد. 20. وايد. فوق. 50. لا نزل شوية. 30. حطي فوقهم كم واحد. خلص الوقت يا أم عثمان، كنتي وايد قريب. هما 35 غرفة يا أم عثمان. نقول لك حظ أوفر، لكن خذتي 100 دينار. مشاهدينا بعد أم عثمان بنطلع فاصل وبنواصل معاكم إن شاء الله برنامج السارية، فلا تروحون بعيد. للمشاركة في برنامج المسابقات السارية الرجاء الدخول على موقع المسابقة www.assaria.tv وتسجيل البيانات المطلوبة، الاسم الثلاثي، رقم الهاتف والرقم الشخصي، ثم الضغط على زر المشاركة. مع تمنياتنا لكم بالتوفيق. للمشاركة في برنامج المسابقات السارية الرجاء الدخول على موقع المسابقة www.assaria.tv وتسجيل البيانات المطلوبة، الاسم الثلاثي، رقم الهاتف والرقم الشخصي، ثم الضغط على زر المشاركة. مع تمنياتنا لكم بالتوفيق.
رجعنا لكم مشاهدين مرة ثانية في برنامج الساري من بعد هذا الفاصل. أسئلة عديدة وما شاء الله عندنا مكالمات جدا جميلة مع المتصلين الحمد لله. يعني أغلب المتصلين حتى لو إجاباتهم في الأخير أو على سؤال 500 ما يلحقون يجاوبون، بس في العديد من الإجابات قاعد يجاوبون معلوماتهم تعتبر جميلة. وايد حلو إن إحنا نعرف إن الناس لحين ما زالت مهتمة في هذه المعلومات وراسخة في أذهانها. أكيد. إيش رأيك نرجع نتواصل مرة ثانية مع المشاهدين ناخذ مكالمة جديدة في المسابقة؟ نقول ألو مساء الخير صديقة. أهلا. مساء الخير. مساء النور. بارك عليك الشهر. علينا وعليك. شلون رمضان معاك أول يوم صديقة؟ الحمد لله تمام. على قولتهم السؤال المعتاد، إيش كانت اليوم على سفرتكم؟ يعني كنا ما نعرف. ثريد. أهم شيء لأن أم هلال الله يحفظها تعشق الثريد. جيمات محبوب الجماهير. يا الجيمات أكيد. عليكم بألف عافية صديقة جازم معنا إن شاء الله حق المسابقة. إن شاء الله. الأسئلة اللي طافت يعني كانت هينة شوي بالنسبة لك. إن شاء الله. الحمد لله. دام إن أنت جاهزة نروح على طول عند أم هلال ونشوف الديرة وين بترسيك بإذن الله. ما دام إن أنت جاهزة نشوف الديرة وين بترسيك. والديرة معاش يا صديقة بنشوف بترسيك وين؟ نشوف. الياه صديقة وين الياه؟ يعني شمال. صديقة ويانا؟ معانا تمام. معاكم معاكم على الخط. بس هالمرة ما بتاخذين السؤال لا مني ولا من نيلة. بتاخذينها من الغالية أم هلال، لأن بيكون السؤال في الأمثال الشعبية إن شاء الله. أم هلال عندك السؤال. المثل يقول لو كل منية ونير كم اللي انت بقيت المثل؟ 30 ثانية. ما ظل في الدنيا حجر. ما ظل في الدنيا حجر. ما ظل ما بقى في الدنيا حجر. لا الوادي. يلا يا صديقة. ما ظل بالوادي. ما تم في الدنيا حجر. ما ظل بالوادي. ليش الوادي؟ ما ظل بالوادي حجر. شجر. نشفتي ريج أم هلال يا صديقة. 100 دينار. شوفي على الصديقة بالذات في الأمثال الشعبية تزعلين أم هلال. لأن أنت الحين في ملعبها. ما تم في تقول لك الوادي. يلا الحمد لله ضمنت. ضمنتي صديقة 100 دينار. نواصل. صديقة معاكم معانا نواصل. انت خلاص 100 دينار عندك. اي نواصل نواصل. ما زلنا في الامثال الشعبية. ركزي معانا. سؤالك الثاني يقول كملي لي هالمثل الطينة طينة ريا. صديقة ما في خيارات. مثل شعبي الطينة طينة ريا. ها الطينة طينة ترية وال لا تزعلين أم هلال يا صديقة. أقول كلمة لها الكلمة ذي وتكمل هي. قولي أول كلمة. الطينة طينة ترية والهير هير. كلمة واحدة الله يخليك تبتدي بحرف الشين. يا رب يا صديقة. حاولت معاك أم هلال وايد صراحة. الطينة طينة ريا والهير هير اشتية يا صديقة. هذه كان المثل. طبعا معاك 100 دينار لكن بنروح الحين حق فاصل. ممكن بنروح حق فيديو نتابع معاكم هالفيديو مع النوخذة عبدالله. معلومات مفيدة عن هالسؤال وبنرجع لكم. عندنا مثل في الأول ما يدشون الغواويص يدشون أول شتاية فيقولون الهير هير شتاية والطين طين رية. عندنا نواخذة مشهور من أشهر النواخذة هاي شروقي شفيف هو. وهم عقب ما دشوا طرح على شتاية عالي تقرونها يحول واحدة يتقرى الأرض. شنو هي الأرض؟ قوع طين. حول أول ما حول يعني حول القيص الأولي وقال له اسأله النوخذ. قال له أرضك شنو؟ قال له طين. قال له اطلع. قال حق البحيرة أرفوا شوي
القوس الثاني. قال شنو أرضك؟ قال طين. قال انزين أرف أرف. قوس الثالث قال له أرضك شنو؟ قال له أرضي طين. قال له زين ما علي عطني الطين. عاد هما مودين وياهم طين يبوها وشمها. عاد قال لهم قال لهم الطين طين ريه والهير هير شتايه. عاد يودوها هاي صار مثل البحرين. عليكم السلام. السلام. حي الله مني. حي الله مني. سحورنا وصل. سحورنا وصل بالسلامة. الله يسلمك. يا هلا حي الله من سوج. مرحبا. حي الله مني. حي الله مني. مع السلامة. نعم الله عليكم. محمد المناصير على هالطباخ الزين طبعاً. اللي يعني ما شاء الله من البداية وإحنا بادين البرنامج جنيلة قاعد نشم الريحة يعني من بداية الطباخ حتى يوم يوم العود وإحنا للحين نشم ريحة الطباخ. ريحة الطباخ مغطية شوي على ريحة العود. طبعاً أكيد طبعاً هذه كانت بداية برنامج السارية وإن شاء الله كانت هذه الحلقة فاتحة خير على الجميع مثل ما شفتوا وأسئلتنا حلوة وبسيطة. مشاهدينا قبل ما نختم خلونا أيضاً نرد نشكر سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الداعم الأول لهذا البرنامج وأيضاً إلى لجنة رياضات الموروث الشعبي وكذلك شركة بتلكو على دعمهم لهذا البرنامج. طبعاً اليوم الحمد لله نيلة أم هلال كانت بداية خير مع متسابقين استمتعنا معاهم صراحة طبعاً. وبإذن الله بنلاقيكم بكرة بنفس التوقيت الساعة 10:30 ل11:30 في برنامج المسابقات الشعبي السارية. تصبحون على خير. مع السلامة.